منذ أكثر من 3 أعوام ولا يزال مئات آلاف السكان والمهجرين في حيي الشيخ مقصود والإشرفية ومناطق شمال حلب في سوريا يعانون تداعيات حصار حكومي بلغ ذروته العام الماضي مع حظر عناصر الفرقة الرابعة في قوات الحكومة السورية دخول أي من مستلزمات الحياة إلى تلك المناطق بما فيها المحروقات في إجراء ينافي القوانين والمعاهدات الدولية. مناشدات ونداءات استغاثة أطلقها سكان الحيين ومنطقة تل رفعت والقرى المحيطة بها شمال حلب المتضررون أساساً من جراء زلزال 6 من شباط مع اشتداد الحصار وتفاقم الأزمات والتداعيات، خاصة وأن فصل الشتاء بات على الأبواب حيث موسم البرد القارس وأمراضه العديدة والمميتة أحياناً لمن يعانون من أمراض مزمنة. وبصفتي كناشط حقوقي وكأحد نازحي أو مهاجري عفرين في المخيمات وباسم أهالي أو نازحي عفرين في حي الشام والمنطقة الشرفية نناشد الحكومة السورية ونقول لهم بأننا سوريون وأننا مواطنون ونحمل الهوية السورية وبأننا بحاجة إلى هذه الاحتياجات ونناشدكم بأن تفتحوا هذه الحواجز. حقوقيون سوريون ومراقبون للشأن الإنساني حذروا من استمرار الحصار الحكومي المفروض على مناطق شمال حلب وأكدوا أنه خلف زيادة في الفقر ونقصا في المساعدات الإنسانية وتدهورا في الخدمات بمختلف القطاعات بما فيها الصحي مما يهدد بكارثة إنسانية تطال مئات آلاف السكان بمن فيهم 10,000 المهجرين من منطقة عفرين التي تحتلها تركيا في شمال غربي سوريا. حصار حكومي خانق يبدو من تسلسله الزمني ارتباطه الوثيق بالوضع العسكري والسياسي المتعقد في سوريا، حيث يرى مراقبون أن الإجراءات الحكومية ما هي إلا محاولة للضغط على سكان حيي الشيخ مقصود والأشرفية ومنطقة تل رفعت وابتزازهم معيشياً لاعتبارات عدة أبرزها موقفهم المناهض لذهنية دمشق الأمنية والإقصائية. معاناة كبيرة وكارثة إنسانية تهدد السكان والمهجرين في الشيخ مقصود والأشرفية والريف الشمالي لحلب فيما يبدو أنها ضريبة حكومية لموقف يقول أبناء تلك المناطق أنه لن يتغير لأنه لا عيشاً كريماً من دون كرامة ليبقى مصيرهم اليوم معلقاً بتحرك عاجل من قبل المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والإنسانية للضغط على دمشق لفك الحصار وإدخال المواد اللازمة للحياة بما فيها المواد الغذائية والطبية والمحروقات على وجه الخصوص